اللي غادي نقول لكم السيد الوزير المحترم بالنسبه للمراكز عندنا 42 مركز تبديل الاهداف هذا الصباح نعطي الانطلاقه للمحطه الثانيه من الدوره العاديه للبكالوريا 2020. كان عندنا موعد في قاعه المغطاه مولاي عبد الله بعد قليل، ودابا كنتواجدوا في ثانويه التاهيليه دار السلام. هذه الدوره، هذه المحطه الثانيه كتهم المسالك العلميه والتقنيه والمهنيه، واليوم العدد اللي معني هو 260 الف على المستوى الوطني. نسبة التلاميذ المترشحات والمترشحين في المسالك العلمية ارتفعت بواحد 3% مقارنة مع السنة المنصرمة، وبالنسبة للمهني 20% تقريبا بالنسبة للسنة المنصرمة، تقريبا واحد 11000 اللي كيجتازوا البكالوريا المهنية على المستوى الوطني. هذه الثانوية كتصادف أيضا واحد الفئة من المترشحات، هما التلاميذ اللي فضائيات إعاقة ولا سيما الصم والبكم، وتنظيم ديال الامتحان ديالهم تم بتنسيق مع مؤسسه لاله الاسماء للصم والبكم، والحمد لله الاطقم الاداريه والتربويه تعبات وتجندت باش توفر الظروف الصحيه والاحترازيه والوقائيه لهذه الفئات، ويمر الامتحان في احسن ظروف. كان هذا هو التحدي ديالنا، هي نحتفظوا بالامتحان ونمكنوا الاجتياز ديالو في احسن الظروف، والحمد لله توفقنا في المحطه الاولى، وكان ان شاء الله غنتوفقوا في المحطه الثانيه. ايضا بالنسبه للنتائج، كان دعواتنا لهاد المترشحات والمترشحين باش ان شاء الله ينجحوا ويكونوا النتائج جد مشرفه على غرار ما كان به العام اللي فات. تقريبا وصلنا لواحد 73% ديال النجاح، وان شاء الله كنطلبوا باش يكون النتائج ايضا هذه السنه جد مشرفه. المحطه الاولى يمكن يقول لك كحصيله مرحليه بان كانت ناجحه 100%. الحمد لله التنظيم ما وقع حتى شي مشكل لا في التنظيم لا في الاصابات. التلاميذ التزموا بهذوك التدابير والاجراءات الوقائيه والاحترازيه. كان ضبط ايضا واحد العدد ديال الحالات ديال الغش، ولكن يمكن نقول لكم بان كان واحد التراجع ديال 18% بالنسبه للسنه المنصرمه. وان شاء الله كنطلبوا باش هذه المحطه الثانيه تكون حتى هي ناجحه بحال المحطه الاولى.